نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا من واشنطن، سرهنك حما سعيد ومدير برنامج الشرق الأوسط في معهد الولايات المتحدة للسلام، ومن بغداد حيدر الملا القيادي في تحالف القوى العراقية. مساء الخير لكما، أهلا بكما بحدث اليوم ودائما على شاشات الحدث. أستاذ حيدر، بدي أبدأ مع حضرتك. داخليا اليوم في ضغوط وضغوط مضادة إذا صح القول في تعويل على هذا الحوار، وبنفس الوقت ببعض الأحيان في تخفيف من أهميته. إلى أي مدى نحن أمام إعادة رسم للعلاقات الأمريكية العراقية بشكل أوضح هذه المرة من 2008؟ شكرا جزيلا. بكل تأكيد يعني نحن أمام لحظة تاريخية مفصلية في علاقات العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى يعني تكون الصورة واضحة، لأن أنا تابعت المقدمة الطويلة التي يعني تقدمتم فيها من تقارير. القضية باختصار، الجانب العسكري يشكل العمود الفقري لهذه الحوارات لسبب بسيط، الذي الولايات المتحدة الأمريكية بدأ وجودها في العراق تحت غطاء قرار مجلس الأمن 1383 الذي يعتبرها قوة احتلال، ثم بعد ذلك يعني انسحبت القوات الأمريكية من العراق بالاتفاقية انسحاب القوات التي وقعت بين الطرفين وتم الانسحاب بشكل كامل في نهاية 2011. وجود القوات الأمريكية وهذا العدد الآن في العراق، باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية تقود تحالف ضد التحالف الدولي ضد الإرهاب، أوجدت ظروف استثنائية بسبب تهديدات تنظيم داعش للعراق وللمنطقة وحتى للمصالح القومية الأمريكية. لكن هذا الوجود لكون ليس له غطاء استطاع أن يحمي الخطوط الحمراء للولايات المتحدة الأمريكية، وأعني بالخطوط الحمراء حادثة يعني استهداف القاعدة الأمريكية التي يعني انقتل فيها يعني مقاول أمريكي، ثم استهداف السفارة الأمريكية في بغداد. إدارة ترامب تعي جيدا ماذا يعني يعني إزاحة يعني إراقة دم أمريكي أو استهداف يعني سفارة تعتبر يعني عنصر أو رمز سيادي للولايات المتحدة الأمريكية. كنا نتذكر أحداث يعني السفارة الليبية والتي كلفت هيلاري كلينتون مقعد وزارة الخارجية، ولذلك اليوم إدارة ترامب تريد أن تضع إطار قانوني للوجود الأمريكي في العراق. هذه نقطة استراتيجية، يعني حضرتك عم تقول انه اليوم مجموعه من الملفات الاقتصاديه، بس حضرتك عم تقول استاذ حيدر انه اليوم هذا الحوار هو بهدف امريكي لاعاده رسم اطار العلاقات، او انه هو بطلب عراقي شفناه بالبرلمان بتصويت من البرلمان لموضوع انسحاب القوات الامريكيه؟ شوفي، القرار البرلمان الكل يعلم انه قرار اتخذ من الفاعل السياسي الشيعي، رغم انه وجود يعني استطاع أن يشكل نصاب في مجلس النواب، وبسبب أحداث تتعلق بضغط أقليمي وتحديدا إيراني. طيب، الحوار الذي سيفتح هو بطلب أمريكي، والهدف الاستراتيجي منه قلت لك عندما مست الخطوط الحمراء الأمريكية للتواجد الأمريكي. عادل عبد المهدي اللي طلب الحوار في الدولية، بس كان في يعني قبول من بومبيو. القرار إذا سمحت لي قرار البرلمان كان هو قرار ليس بخروج القوات التحالف الدولي، قرار بتخويل أو تكليف الحكومة العراقية بفتح حوار يفضي إلى خروج هذه القوات. أي، عندما وجهت مثل هكذا رسالة، اليوم الحوارات الولايات المتحدة الأمريكية أيضا طلبتها. السبب الرئيسي أنا دا أتكلم ما هي المعطيات لكل الطرفين. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أكو هدف استراتيجي هو رسم إطار تقنين قانوني لوجود هذه القوات يحمي الخطوط الحمراء، بحيث سواء في من قبل إيران أو من قبل أدوات إيران في العراق، بحيث عندما يكون هذه إذا ما نجح الحوار في أن يفضي لإطار قانوني للوجود الأمريكي، بعد ذلك هذه الخطوطات الحمراء لن تمس، وسيترتب على هذا التقنين مجموعة من الملفات الاقتصادية. طيب، لأنه يجب أن نأخذ بالنظر الاعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي يعني من أهم المساهمين في البنك الدولي، والعراق في أزمة اقتصادية حقيقية بحاجة لمساعدات من البنك الدولي والمجتمع الدولي، وهذه الورقة
يعني رح ارجع لك في اطار التلويح، وانما تكلمت عنها بشكل واضح. رح ارجع لك بموضوع البعد الاقتصادي، بس خليني اروح لاستاذ سرهنك ايضا بنفس الاطار. يعني أستاذ حيدر عم يحكي على موضوع الخطوط الحمراء اللي الولايات المتحده ايضا عم ترسمها، ولكن ايضا يعني في 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 عدم يعني توافق كامل داخليا عراقيا على اصلا اولويات هذا الحوار وابعاده وعلى ماذا سيسفر عنه. هل برايك يعني عراقيا هل الموضوع يعني واضح ويعني موضوع بشكل يعني متفق عليه من جانب الجميع؟ شكرا لك وتحية طيبة لك والمشاهدين الكرام والسيد حيدر. أيضا أؤكد أيضا بأن هذا الحوار يأتي في لحظة تاريخية مهمة، ويعطي فرصة للجانب الأمريكي والجانب العراقي لبدء صفحة جديدة في علاقتهما التي شابتها تحديات كثيرة، وخصوصا في عهد السيد عادل عبد المهدي في الحكومة السابقة. الآن العراق حكومة جديدة، رئيس وزراء جديد، ووزير خارجية جديد، وفريق حكومي جديد، ممكن أن يبتوا في الأمور الآنية التي يهم البلدين والأمور البعيدة المدى. بعيدة المدى. بس الوفد اختاره عبد المهدي صح؟ الوفد الحالي الذي سيفاوض هو وفد حكومة عراقي في ظل سيادة السيد الكاظمي. نعم. طيب. تفضل. فمن المهم استغلال هذه الفرصة لبدء صفحة جديدة والبدء في الملفات المهمة. بوجهة نظري هذه فرصة. كان في انتقاد عراقي سابق للولايات المتحدة بأن الولايات المتحدة تنظر إلى العراق من إما باب محاربة داعش أو من باب مواجهة إيران، لكن هذا الحوار الاستراتيجي يفتح فرصة لكي يكون التركيز على العراق وعلى المصالح المشتركة ما بين العراق والولايات المتحدة. صحيح موضوع ملف القوات موضوع مهم وموضوع آني، لكن ضروري أن لا يكون العقدة الأولى للتعامل مع هذا الملف، ويكون الحوار أشمل، لأن حاجة العراق ليست أمنية فقط كما ذكر تقريركم أيضا والزملاء الآخرين، بأنه حاجة اقتصادية، حاجة أمنية، دبلوماسية، ويحتاج إلى المجتمع الدولي. والمجتمع الدولي لا يمكن يستمر بالعراق إذا كانت في عراق علاقة العراق والولايات المتحدة متشنجة. نعم. التي وصلت إلى مرحلة التلويح الأمريكي بالفرض العقوبات. فتح هذه الصفحة الجديدة يساعد العراق في ظرف عصيب جدا في مواجهة الملفات جائحة كورونا وملف داعش ومطالب المتظاهرين. فضروري جدا أن يكون استغلال هذه الفرصة، ويبدأ لأن هذه بداية مشوار وضمن الإطار اتفاق استراتيجي. هذه ليست اتفاقية أمنية، اتفاقية الإطار الاستراتيجي أوسع بكثير، وحاجة العراق أوسع بكثير من الملف الأمني. طيب عودة لسيد حيدر بالنقطة اللي حضرتك ذكرتها أستاذ سرهنك وكذلك أيضا أستاذ حيدر، البعد الاقتصادي. يعني بهذه الظروف الآن الكثير من الأسئلة تطرح حول نوع المساعدات أو الاستثمارات أو أي بعد اقتصادي قد يعطى لهذه المفاوضات، كون أنه كل العالم متأثر بكورونا. هل برأيك يعني ما يحاول العراق أي يحصل عليه بهذا الحوار هو فقط موضوع حماية أو ربما ابتعاد عن العقوبات الأمريكية على إيران وكل ما يتعامل معها، أو في آفاق أخرى اقتصادية قد تفتح هنا؟ لا، بكل تأكيد هنالك آفاق اقتصادية كثيرة، وهنالك توقع في أن ينجح فريق السيد الكاظمي في إيجاد حلول حقيقية لحل الأزمة الاقتصادية وحل أزمة الدولة بالعراق المتجذرة على مدى 17 سنة الماضية. وهذا يتطلب فهم لحقيقة مفادها أن الولايات المتحدة الأمريكية مو منظمة مجتمع مدني، بالنتيجة هي دولة لديها مصالحها في العراق ولديها مصالحها في المنطقة، ولذلك يجب أن تكون هنالك مقاربات لإيجاد هذه المساحة من المصالح المتبادلة. يعني أنا تكلمت في الجزء الأول عن الشق العسكري، وقلت الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن تقنين لوجود العسكري. بالمقابل يعني يجب أن يكون هذا الوجود غير مهدد لدول الجوار. العراق في أزمة حقيقية، وضعه لا يحتمل في أن يكون ساحة لتصفية حسابات أمريكية إيرانية
كما حدث في ظل حكومة السيد عادل عبد المهدي. يجب إذا ما قلنا وجود هذه القوات أن تكون هنالك ضمانات واضحة لطبيعة مهام هذه القوات في أن لا تستخدم الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار. وإذا ما كان هنالك من خلاف أمريكي إيراني فممكن أن يستخدمون أي ساحة لتصفية مثل هذه الخلافات. غير مسموح لحكومة السيد الكاظمي في أن تترك مساحة إيرانية أو أمريكية في استخدام العمق العراقي لتصفية مثل هذه الحسابات. اليوم إيران موجودة في الأرض العراقية والولايات المتحدة الأمريكية لها وجود، ومع كل الأسف في حكومة السيد عادل عبد المهدي سمحت لمثل هذا التواجد في أن يستخدم العمق العراقي لتصفية مثل هذه الحسابات. ولذلك يعني مساحة المصالح المشتركة الأمريكية العراقية يجب أن تراعي أمن واستقرار المنطقة، يجب أن تراعي وضع العراق الذي لا يمكن أن يقحم بسياسة صراعات محاور في المنطقة. اليوم القدرة تقييم الوفد التفاوضي هي مدى قدرته في ترسيخ مفهوم الحياد الإيجابي، في أن تكون مرحلة جديدة علاقاتنا مع إيران مع مبنية على أساس المصالح وليس على أساس التدخل بالشأن العراقي، يراعي العمق العربي للعراق وتوظيف هذا العمق حتى يكون الإرادة العربية موجودة أيضا بالعراق، وعلاقة مبنية على أساس مصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية لكن دون استخدام للواقع العراقي بشكل يهدد واقع المنطقة. مساحة المصالح المشتركة في إطار مقاربات مفادها العمق العراقي وعلاقة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية دون أن تأخذ هذه العلاقة بعدا يشكل تهديدا لأي دولة من دول الجوار. باعتقادي هذه المسطرة التي ممكن على أساسها أن نقيم الحوار ومدى نجاحه من عدمه. البعد الاقتصادي كمان كان مذكور باتفاقية الإطار تبع 2008. سيد سرهنك، ما الذي يمكن الآن أن يتغير باتفاقية جديدة اقتصاديا بدرجة أساسية، يعني حتى اقتصاديا وتنمويا، لأنه كمان في إلى أبعاد أخرى بالصحة وبالتعليم وبكل القطاعات التنموية؟ كم فعلا يعني يمكن للولايات المتحدة الآن أن تساعد العراق في هذا الإطار ومقابل ماذا؟ نعم، ممكن للولايات المتحدة أن تقدم الكثير للعراق، ويعني ضرورة التركيز على أنه الاتفاق موجود. السؤال هنا أكثر شيء هو كيفية التطبيق. الذي كان متعثرا في السنين الماضية هو تطبيق هذا الاتفاق وتحويله إلى خطوات عملية يخدم البلدين. العراق له نمو سكاني بحدود المقدر بحدود 1 مليون شخص كل سنة، يعني سواء مشاكل إيران كانت موجودة أو غير موجودة، مشاكل داعش موجودة أو غير موجودة، العراق تحدي اقتصادي تحدي سكاني، يحتاج القدرة التكنولوجية القدرة التقنية في مجال إدارة التنمية الإصلاح الاقتصادي تنويع الاقتصاد العراقي بعيدا وليس الاعتماد الكلي على النفط، ونرى أسعار النفط يتأرجح بسبب كورونا وبسبب متغيرات أخرى. هذه الأمور يحتاج العراق العمل عليها، وحاجة ملحة لاستجابة المطالب المتظاهرين العراقيين الذي يريدون حياة أفضل وطالبوا بالإصلاح. فتهدئة هذا الملف مع الولايات المتحدة وتهدئة التشنج ما بين الولايات المتحدة وإيران عن طريق هذا الحوار يكون مفيد جدا، ويجب أن يعي الجميع بأنه هذه بداية المشوار. التصور بأنه سيتم الاتفاق وتغييرات جذرية في المدى المنظور سيكون صعبا وليس لن يكون متاحا، ويحمل الحوار أكثر من طاقته. فهذه خطوات تدريجية يجب أن يرى العراقي، وأتفق مع السيد حيدر بأنه تركيز على المصالح، بأنه إيران ودول المنطقة لهم مخاوف في العراق. يمكن تتهم إيران بأنها تريد أكثر من المصالح وأنها ما تريد السيطرة، فإعادة التوازن في العلاقة الدولي لعلاقة العراق مع جيرانه ومع المجتمع الدولي مهم، لكن تركيز استثمار هذه العلاقة في تحسين الواقع الحالي العراقي الداخلي هو أهم شيء ممكن أن يركزوا عليه، والولايات المتحدة تستطيع أن تقدم الكثير. طيب بس يعني كيف ممكن تنظيم العلاقة مع إيران بحوار مع الولايات المتحدة؟
مثلا في الولايات المتحدة مطالب للحكومة العراقية بأنها قواتها المستضافة في قواعد عسكرية عراقية، تم الهجوم العسكري عليها، تم الاعتداء على سفارتها، تم استهداف مصالحها الاقتصادية في دولة ذات السيادة. يعني هذه وضع الحكومة العراقية في وضع حرج جدا تغيير هذا الواقع. فكلما رأى الإيرانيون بأنهم مثلا الولايات المتحدة خطر عليها، وأن الحكومة العراقية عاجزة على سواء وقف أي تجاوزات من أي، حتى سواء كانت من الولايات المتحدة ومن نعم إيران، يصعب مهمة الحكومة العراقية. الحوار يفتح مجال للحوار الصريح مع الحكومة العراقية في ظل حكومة عراقية جديدة، فليست هناك حلول سحرية، ولكن هناك فرصة جديدة. نعم شكرا جزيلا لك ضيفنا من واشنطن سرهنك حما سعيد، مدير برنامج الشرق الأوسط في معهد الولايات المتحدة للسلام. أشكر كذلك ضيفي من بغداد حيدر الملا، القيادي في تحالف القوى العراقية.